السلام ازيك يا عليكم ورحمة مريم، الله وبركاته، ازيكم ازيكم؟ يا عامل حبايبي، عاملين ايه؟ يا الاخبار؟ رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جميلة، وصفة مهمة، وصفة لتغذية البشرة، مليان فيتامين سي ومليان فيتامينات ومعادن. كمان ماسك البرتقال ده مهم جدا للبشرة في تفتيح لون البشرة. كمان البهجة بيدي بهجة للبشرة، ما شاء الله على البرتقال. والبرتقال موجود صيف وشتاء، بيبقى عندنا برتقال موجود. كمان في فيتامينات بتعمل على تغذية البشرة. البرتقال كمان بيرطب البشرة بشكل جميل جدا، بيفتحها، بيحفز إنتاج الكولاجين في الجلد وفي الجسم كله. التخلص من الحبوب، قناع البشرة بيتخلص من حبوب البشرة والبقع السوداء اللي مطرح البشرة، فهو مفيد جدا، مضاد للأكسدة. وفي كمان عناصر بتمنح البشرة وقاية من أي عوامل أتربة أو أوساخ. كمان بيعمل على التئام الجروح، البرتقال بيلئم الجروح بسرعة، وكمان رائع جدا في بيدي الجلد لون جميل جدا، مش يعني بيشيل أي أتربة وأي أوساخ من البشرة. ممتاز جدا. النهاردة عندنا النشا وعصير البرتقال وعصير الليمون، معانا معلقة نشا. انتوا عارفين برضو ان النشا مبيض للبشرة وبيشد وللتجاعيد، ما شاء الله عليه، مهم جدا. معانا عصير البرتقال، هنحط معلقة كده من عصير البرتقال. ضفنا عصير البرتقال على النشا، معلقة نشا كبيرة، كمان معلقة ليمون. انتوا عارفين الليمون بيفتح لون البشرة وبيخليها نضرة وجميلة. بنقلبه كويس كده. بنغسل البشرة وبنجيب قطنة وبنضيفه على البشرة كلها حوالي ربع ساعة. البنوتات الجميلة اللي عندها بقع لحب الشباب كمان بيزيله، ما شاء الله عليه، جميل جدا الماسك ده، جربوه. نجيب منديل او قطنة او اي حاجة كده، بناخد منه وبنضيفه على البشرة كده. حوالي ربع ساعة، وبنسيبه طبعا على بشرة مغسولة ونضيفة، وبنسيبه كده حوالي ربع ساعة، وبعدين نفركه. هيطلع اي حاجة في البشرة، يعني اي سواد، اي بقع، اي حاجة في بشرتنا. الوصفة دي جميلة جدا، اتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو لاخره، وكمان اتمنى الاشتراكات في القناة وعمل اللايك، اهم شيء علشان بينتشر الفيديو. وبتمنى رأيكم، لان رأيكم يهمني. واستنوني في الوصفة الجاية، وصفات كتير، وصفات ناني التجميلية، ان شاء الله هقدم لكم كل اللي انتوا تطلبوه واللي تعوزوه، وصفات مهمة جدا للبشرة.